السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى تمرين من بين التمارين التي تحتوي على التقنيات العالية أو التقنيات المحترفة على آلة العود. اليوم سنتطرق لمقام الرصد. الرصد سوف نتطرق إليه بشكل رائع، وبعض التقنيات فيه الراقية والرائعة جدا التي تكون صعبة شيئا ما. والآن سأحاول أن أبسط لكم هذه التقنيات. سوف نتطرق إلى تقنيتين. التقنية الأولى، أولا سنرى نوتات مع هذا المقام. نوتات هذا المقام تبتدئ من النوتة دو على الوتر الرابع، المسألة نوعا ما. دو سي بيمول لا سول فا مي نصف بيمول ري دو. التقنية الأولى وهي كالتالي. الجوابات في نفس، يعني أو تسمى ب الجواب والقرار في نفس الوقت في آن واحد. يعني سنلاحظ كما في التالي. في التقسيم مثلا، التقنية دي عند كبار العازفين على آلة العود، وحتى عند الأغلبية من العازفين، يعني ليست بالشكل الصعب جدا، ولكن يمكن التدرب عليها بطريقة بطيئة. يبتدي بالقرار، الجواب والقرار في نفس الوقت على هذا الشكل. نعود أعيد. ويتسارع مع الوقت مع التمرين. سي نصف بيمول بهذا الأسبوع، وتأتي بهذا الأسبوع في هذا المكان. هي نفس النوتة ولكن الجواب والقرار. ودو الجواب والقرار، وري الجواب والقرار. نصف بيمول
أعيد مرة أخرى بطريقة بطيئة وسأحاول أن أسرع شيئا ما. يعني يكون التقسيم كالتالي: الثالث ودو سي نصف بيمول سي هنا هذا المكان سي وهنا القرار الجواب عفوا والله صل التمرين الأول على هذا التقنية. التمرين الثاني غادي نحاول نبسطه، هو نوعا ما صعب، يجب التمرن عليه دائما ودائما كي يستطيع العازف التمكن منه بشكل دقيق جدا. عندما يكون العازف يعزف على الشكل التالي دائما في مقام الرست، التقنية دي في العزف مثلا غادي نحاول نبسطها بشكل جد بطيء. عندما نعزف النوطة دو ونستقر في هذه النوطة على الوتر الأول، دائما يكون النقر على الوتر الأول وأنتقل إلى نوطة من النوطات في هذه الأوتار. مثلا نبتدئ من دو وأعود إلى الأصلية، دائما هذه تبقى أصلية. دائما أعود إلى هذه النقطة على هذا الوتر، الوتر فاضي يكون على الشكل، ولكن بهذه الأصابع أتمكن من الانتقال من نقطة إلى أخرى. Thank you.
تبتدئ بطيئة جدا. وحتى تصل إلى السرعة المطلوبة بالنسبة لعازف محترف. وستكون على هذه الريشة، تكون على هذه الطريقة، ويكون العزف بالطريقة التالية. يعني تستقر هذه الريشة، تستمر على هذا العزف، ويتحول العزف إلى نوع ما من الانتقالات عبر النوتات على هذا الشكل مثلا. ولكن عندما تختلف من نوطة إلى أخرى، هناك نوطتين سريعتين، ولكن هناك نوطة تكون بطيئة شيئا ما. على مثال، ولكن بطيئة. شكرا لمتابعتكم هذه التمارين، وأتمنى أن تستفيدوا أكثر وأكثر، وإلى إن شاء الله فيديو قادم إن شاء الله من تقنيات العزف المحترف على العود أو عود بروفيسيونيل مع زهير. ولمزيد من المعلومات، أنا رهن إشارة، إذا كان هناك سؤال أو استفسار أو أي شيء، أنا رهن الإشارة للجميع، وتفاعلوا معنا وانشروا الفيديوهات. وشكرا لكم.